مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا الان، حنا كنتواجدوا في مجمع بيتي سكن، مجمع اللي كيجاوروه 5 ديال المجمعات وتجزئة، اللي فيه بزاف الناس ساكنين. صراحة ما نقدروش نعرفوا شحال من شقة، ما نقدرش نعرف انا، انما نسقسيهم. لكن كيف ما كتشوفوا مجمع بيتي ساكن المجاور للعديد من المجمعات، عندهم هاد البلاصة هادي فين كيصليو، عطيها لهم غير صاحب المشروع اللي كيبني هاد المشروع، عطيهم هاد البلاصة فين يصليو غير في رمضان. المسجد اللي عندهم كيف ما كتشوفوا هو هذا، كاين الرتاح هذا الضوء، كاين مسجد لاصق فيه اللي هو صغير كيف ما كتشوفوا دغين كيعمر. ها الناس فين هما واقفين على بره. اذا فين هو الدور ديال الجماعه في هذا الشيء هذا؟ يعني ما يمكنش ان يكون ازيد من 5 مجمعات ما كاينش فيهم مسجد، والجماعه باقي ما قدرتش انها توفر لهم ولا هي مسجد، وحتى المرافق العموميه ما كاينش. السلام عليكم، شكرا. كنشكروا شوف تيفي على المجيء ديالها والحضور ديالها اللي شرفتنا. المشاكل اللي عندنا خاينايا، كاين بزاف المشاكل. اولا كاين المسجد ما عندناش، هاد القاعه لمده دابا حنا من 2014 حنا كنصليو فيها، كنا الناس ديال بيتي سكن كانت كافيانا. دابا ملي تزادوا المجمعات حدانا شي 5 تقريبا، الناس راه كتشوف على عينك دابا، شوف الناس فين كتصلي. جبرنا الخير في هذا السيد، عطينا هاد المحلات كيصليو فيهم دابا 10 سنين. دابا ما كاينش المسجد، من 2014 حنا ما كاينش المسجد، حنا كنطالبوا به لحد الان ما كاينش. ما خلينا فين دفعنا؟ جميع السلطات، البلديه، القياده، الولايه، ما خلينا فين مشينا؟ البشويه ما خلينا فين مشينا؟ واخا حنا نشوفوا، حنا نشوفوا، حنا نشوفوا، تنبقاو نتسناو لحد الان. وزيد على ذلك ما كاينش الاناره ضعيفه، الطريق ما كاينش. الاناره ضعيفه فهمتي، الطريق ما كايناش. راه تمشي دابا تشوف ديك الدخله اللي من ليره ما تقدرش تدخل معاها، مولين الطوموبيلات كيتشكاو. بالنسبه للشارع من لين عاوتاني، كاين الاناره ضعيفه، كاين عف جهه، بزاف المرافق ناقصنا حنا هنايا. ولا كانت الظلمه الناس كتكريسا، الدخله عندنا راه ما كاينش، وسائل النقل ما كاينش، بزاف المشاكل اخر حنا كنعانيو منها. الطلب ديالنا خصهم اولا، حنا كنطلبوا على المسجد يكون عندنا هو الاولاني بعدا. اول حاجه هي المسجد قبل كلشي، عاد هذيك الساعه يشوفوا لنا المسائل ديال الطريق، ويشوفوا لنا النقل، ويشوفوا لنا بزاف د الحوايج. عندنا غير هاد البلاصه كان مكتب البيع، قبل كنا كنصليو في خزانه. الا هزيت عينك هاد البشادر ديال الخزانه، حيدنا ودرناه هنايا. فهمتي؟ بسم الله خير جيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم بخير. حنا كنطلبوا بهذا المسجد ضروري خصو يكون عندنا، لان هنايا السكينه تزادت. ملي كان باقي هنايا بيتي سكن، غير بيتي سكن واحد، كومبلكس واحد هنا عمارات، كنت تميناه 58 عمار، 1200 شقه كاينه هنا، زائد ابراج، زائد كومبلكس ابراج، زائد اجيال، زائد العزيزيه، الناس كامله، النواحي كامله، الناس كتجي كتصلي هنايا. ورغم ذلك ما عندناش سكعتو المسجد. دابا كنطالبوا السلطات الله يرحم والدين يشوفوا مع هذا الحي، لان هذا الحي كيفتقد بزاف ديال المرافق، لا رياضيه ولا المرافق ديال الراحه ديال الدراري ولا شي حاجه بحال المساجد بحال هذه، راه ما كايناش. لهذا كنطالبوا المسجد هو الاولاني. الله يجازيكم بخير وشكرا. باقي تزيد شي حاجه ولا اصلا اقامه الصاله؟ اذا زيد شي حاجه. واحد المعاناه اللي كيعانيوها خصوصا التلامذ، انه ما كاينش وسائل النقل اللي كتقربوا من المدارس ديالو. الحي اي مصلحه، مثلا بلغوا السوايع بعادين عليهم، بغاو المدارس بعادين عليهم، بغاو المعاهد بعادين عليهم. يعني حي جاب هو في وسط المدينه وفي قلب المدينه، ولكن رغم ذلك جا مهمش. حنا دابا حنا في وسط يعني المدخل ديال القريه الرياضيه، رغم ذلك ما كاينش. الولاد كيتعطلوا على المدارس خصوصا في الشتاء، في الصيف عاوتاني الحراره والبعد. كانت المصالح المختصه ان توفر وسائل النقل، يعني تقرب وسائل النقل العموميه للمواطنين لساكنه بيتي ساكن. شكرا. اه
هذا الرشيد هذا الركان صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تنشكر المنبر الإعلامي شوف تي في على القدوم ديالو باش ياخذ الابتسامات الساكنة على الأوضاع اللي المزرية اللي تتعيشها في ظل غياب مسجد ذو مواصفات تليق بالساكنة. صراحة كيف ما تلاحظ أن المسجد عبارة عن قاعة اللي هي كانت في الأصل مكتب للبيع ديال المشروع بيت سكن واستغلته الساكنة. هذه قرابة ما يزيد عن 10 سنوات إلا ما خفتش نكذب غادي نكونوا واحد 14 سنة تقريبا وحنايا دابا مستغلين هذه القاعة هذه رغم زعما تكرار الشكايات اللي تم وضعها عن مختلف المصالح الإدارية لم يستجيب أي واحد لهذه الأمور هذه. صراحة أنت كيف تلاحظ أن لولا هذه القاعات هذه شوف مش مشكلة كيف ما تلاحظ دابا انايا هاد صاحب المشروع المجاور اللي وفر لنا صراحه 3 ديال الشقق اللي تم الاستغلال ديالهم جوج شقات الذكور وشقه واحده للنساء. وكيف ما تلاحظ ها نتايا كنا تنستغلوا حتى هاد المساحه هذه اللي هي مرآب ديال المسجد. ها نتايا دابا في ظل اكيد دابا مع الظروف المناخيه الحمد لله الامطار الخير ها نتايا دابا كانت مانع ان المصلين ما غاديش يقدروا يصليو. اذا هنا كاين اللي ما غاديش يجي كاع يصلي كاين اللي غادي يجي غيلقى الزحام غادي يمشي في حالته. اذا هنايا تناشدوا السلطات باش يلقاو لنا حل سريع في هذا الصدد هذا ديال المسجد. اضافه من المشاكل المتعدده اللي تنعانيو منها هي الاناره العموميه. صراحه الاناره خافته يا اما تكون مسافه ما بين العمود والعمود متباعده ويا اما ما تتكونش من عاد ما كاع. اذا هنايا الجانب الامني عاوتاني خصنا عاوتاني نشددوا عليه حتى هو لحقاش في ظل هذه الاوضاع هذه ديال الظلمه العاتمه تيبقى الكريساج. اذا ما كرهناش عاوتاني دوريات ديال الامن عاوتاني حتى هي باش يعني يتم التكثيف ديالها. وايضا مساحات خضراء انت كيف تلاحظ عندنا واحد المساحات خضراء ولو على القله ديالها الا انها زعما غير كافيه. مناطق ترفيهية للأطفال حتى هي شبه منعدمة أو منعدمة. مرافق ثقافية كمكتبات أو مسارح أو دور شباب حتى هي ما يعني حي منكوب بكل معايير. إذا هنايا ما كرهناش زعما تدخل سريع من طرف السلطات باش نوضعوا حد لهذ الأمور هذه إن شاء الله. شكرا. إذن مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تيفي كنتم معنا في هذا البث المباشر من مدينة 16.